مما يثمر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن، أن يدرك عظيم ما حصل له من الخير بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا به من العمى إلى الهدى، وأخرجنا من الضلالات إلى أبواب الهدايات وسبل النجاة التي لم نكن نعرفها ولا سبيل إلى معرفتها إلا من طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.